السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم احمد الفيومي معلم رياضيات على قناتكم المفضله بيزا فيرست. خليك الاول ان شاء الله هنكمل مع بعض النهارده منهج هندسه ثانيه اعدادي. هناخد درس النهارده المثلث المتساوي السقيم. ده طبعا عباره عن ثلاث دروس انا بعتبره درس واحد، اللي هو النظريه وعكس النظريه والنتائج. دول درس واحد وافكار واحده. هناخد النهارده ان شاء الله مع بعض اللي هو نظريه المثلث المتساوي السقيم وعكس نظريه المثلث المتساوي السقيم. تعالوا نشوف مع بعض كده بدايه الدرس وندخل فيه ازاي، بس في اساسيات لازم نعرفها. تعالوا نشوف. ندخل بقى على الدرس اللي هو المثلث المتساوي السقيم. طبعا ده هو لو انتوا قعدتوا تبصوا على الدروس هتحس ان هم ثلاث دروس، مثلث المتساوي السقيم، عندنا نظريه المثلث المتساوي السقيم، عكس النظريه، نتائج المثلث المتساوي السقيم. طبعا دول كلهم انا بعتبرهم درس واحد لان كلهم اسئلتهم واحده. نعرف بس الاول انواع المثلث بالنسبه لاضلاعه. اول حاجه عندنا احنا عارفين خدنا في ابتدائي مثلث متساوي الاضلاع. يعني ايه كلمه مثلث متساوي الاضلاع؟ يعني ثلاث اضلاع متساويه. يبقى ده اول حاجه، اول نوع عندنا مثلث متساوي الاضلاع. ثاني نوع مثلث مختلف الاضلاع. يعني ايه يا مستر؟ يعني الاضلاع الثلاثه مختلفين في الطول. النوع بتاع النهارده وده المهم، المثلث المتساوي السقيم. يعني ايه يا مستر كلمه متساوي السقيم؟ يعني في ضلعين بيساووا بعض. طب ايه السقيم دول؟ يبقى معنى كده ان الضلعين اللي بيساووا بعض انا بسميهم الايه؟ بسميهم مستقيم. مهم جدا الكلام اللي هتكلم فيه دلوقتي. يعني قبل ما ادخل في الدرس لازم نعرف المسميات بتاع المثلث المتساوي السقيم. ايه يا مستر المسميات دي؟ نمسك حاجه حاجه. الاول هنمسك الاضلاع. احنا دلوقتي بنقول مثلث متساوي السقيم، افهم من كده ان ا ب و ا ج دول اسمهم مستقيم، لان هو هنا ا ب بيساوي مين؟ بيساوي ا ج. يبقى اول مسمى عندنا الضلعين اللي بيساووا بعض اسمهم مستقيم. طب يا مستر الضلع الثالث هنسميه ايه؟ ده هنسميه القاعد. يبقى اول مسميات عندنا في المثلث المتساوي السقيم ضلعين بيساووا بعض اسمهم مستقيم، ودي قاعده. والكلام ده مهم جدا، ان انت الاساسيات دي لو وقعت منك هتلاقي وانت شغال في الدرس حاجات مش عارفها. يبقى ادي ضلعين مستقيم، الضلع الثالث بسميه القاعده. نمسك الزوايا، وده مهم جدا برضو. الزاويه دي اللي هي بين الثقيل هنسميها زاويه الراس. يبقى اللي فوق اللي هي بين الضلعين اللي بيساووا بعض بنسميها ايه؟ زاويه الراس. طيب نيجي عند القاعده في زاويتين عند البدايه. طيب يبقى الزاويتين اللي هم عند بدايه القاعده ونهايه القاعده بسميهم زاويات القاعده. السؤال طبعا اللي بيدور في دماغه طالب، هو لازم يا مستر الراس تبقى فوق؟ لا. تعالى بص على المثلث ده كده، فين زاويه الراس؟ واحد ال ج. لا، احنا اتفقنا ان زاويه الراس هي الزاويه اللي تقع بين الساقين. يبقى هنا فين؟ اه يبقى الزاويه اللي هنا. طب لازم اسمها الف؟ لا، ممكن اغير اسم المثلث ب، وهنا مثلا ج وهنا الف. يبقى هنا فين زاويه الراس؟ برضه هنا الزاويه اللي بين الساقين، يبقى زاويه مين؟ ب. طب فين زاويتين القاعده؟ يبقى الف وج. يبقى اذا المفروض دلوقتي ان زاويه الراس مش لازم تبقى فوق، وزاويتين القاعده مش لازم يبقوا تحت، على حسب شكل المثلث. طيب فين زاويه الراس يا مستر؟ بين الساقين. هم ايه الساقين دول؟ اللي هم ضلعين المتساويين. يبقى ده مهم جدا جدا جدا، المسميات اللي في المثلث المتساوي لايه؟ الساقين. ندخل بقى على اول جزئيه عندنا اللي هي نظريه المثلث المتساوي الساقين. بتقول النظريه بتقول لي زاويات القاعده. ايه زاويات القاعده دي يا مستر؟ ما انا كنت بتكلم فيه دلوقتي، الزاويتين بتوع القاعده. في المثلث المتساوي الساقين، تاني كده لا نكتبها اهو، النظريه بتقول لي زاويات القاعدة. فين يا مستر زاويتين القاعدة؟ اللي هم بتوع القاعدة. في المثلث المتساوي الثقيل. يعني ايه يا مستر؟ احنا بنشرح نصيحة مع بعض. بيقول لي يعني لو عندك مثلث متساوي الثقيل زاويتين القاعدة مالهم؟ متطابقتان. يعني ايه يا مستر متطابقتان؟ يعني ايه متطابقتان؟ يعني متساويتان في القياس. يعني ممكن اقول زاويات القاعدة في المثلث المتساوي الثقيل متساويتان في القياس، هي بس طبعا متطابقتين دي بتيجي على طول في اختر، فنبقى عارفين كلمة متطابقتين صح، متساويتين في القياس صح. خلاصة الكلام أنت بتقول لي إيه؟ زاويات القاعدة. أنا يا مستر اللي هم زاويتين بتوع القاعدة سواء هنا أو هنا، أنا ماليش دعوة، المهم الزاويتين بتوع القاعدة. مالهم يا مستر؟ في المثلث المتساوي الساقين متطابقتين. يعني أنا هستنتج من الكلام ده إن لو عندي أ ب بيساوي أ ج، أستنتج على طول إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية إيه ج. دي خلاصة النظرية، وده اللي أنا عاوزه منكم في أي مسألة. أول ما بلاقي ضلعين بيساووا بعض على طول يبقى في زاويتين بيساووا بعض. ها مين يا مستر الضلعين؟ هم الساقين، يبقى الزاويتين بتوع القاعدة. يبقى هقول إيه طب يا مستر بقى لو أنا عاوز أعرف البرهان بقى؟ هقول بما أن أ ب بيساوي أ ج، إذا قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. تعالى نشوفها، لو أنا عندي مثلث أهو
ألف ب ج قدامي ألف ب بيساوي ألف ب. أنا قدامي مسألة زي كده، أي مسألة أبني شكل زي ده على طول أقول بمعنى ألف ب بيساوي ألف ج، إذن قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج. واحد قال لي يا مستر ممكن أقول زاوية ب تطابق زاوية ج؟ يا عم صح، أهم حاجة المعنى يوصل. يبقى أنا أول ما بشوف ضلع بيساوي ضلع على طول يبقى في زاوية بتساوي زاوية. تعالى نخش على ملحوظة كده. دلوقتي لو انا عندي ضلعين بيساوي بعض، زاويتين بيساوي بعض، طب يا مستر لو الثلاث اضلاع بيساوي بعض ايه اللي يحصل؟ لو عندي ثلاث اضلاع بيساوي بعض ده المثلث هيكون متساوي الاضلاع، يبقى اذا الثلاث زوايا هيساوي بعض. لا استنى واحده واحده عليا كده، احنا دلوقتي في النظريه بتقول لي زاويات القاعده في المثلث المتساوي ساقين متساويتين، يعني لو ضلعين بيساوي بعض يبقى زاويتين القاعده بيساوي بعض. طب لو الثلاث اضلاع بيساوي بعض استنتج ايه؟ ايوه ان الثلاث زوايا بيساوي بعض. طب كل زاويه بكام يا ترى؟ انا عندي المثلث اساسا مجموعه قياسيه زاويه 180 درجه. لو الثلاث زوايا بيساوي بعض يبقى كل زاويه بكام؟ ايوه 180 على 3 يبقى فيها كام؟ 60. يبقى النتيجه بتاعتي المثلث المتساوي الاضلاع زوايا مالها؟ زوايا تكون متطابقه او متساويه. يبقى يعني النتيجه اهو يعني استنتجناها بتقول ايه؟ اهو في المثلث اهو مثلا في المثلث المتساوي الاضلاع زواياه مالها؟ كلها متطابقة. يعني ايه مثلا متطابقة؟ يعني متساوية. قياس كل منهم تساوي كام درجة؟ تساوي 60 درجة. يعني انا لو عندي مثلث اهو متساوي الاضلاع وليكن ألف ب ج، ألف ب بيساوي ب ج بيساوي ألف ج، استنتج على طول ان قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ج بتساوي كام درجة؟ بتساوي 60 درجة. يبقى نقول اهو ألف ب تساوي ألف ج تساوي ب ج، إذا قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ج تساوي كام درجة يا شباب؟ تساوي 60 درجة. يبقى هديكوا سؤال دلوقتي هنطلع منهم ملحوظتين جمال جدا، بس أنا بدل ما أدهم لكم نحفظهم تعالى نفهمهم مع بعض عشان الناس تبقى إيه لما يقولوا في الامتحان أنتوا فاهمين مش حافظين. دلوقتي أنا بقول لك ألف ب ج مثلث متساوي ساقين، ألف ب ج مثلث متساوي الساقين، بس ما حددتش مين الساقين. لو حددت تقدر تعرف زاويه الراس وتقدر تعرف زاويه القاعده. يعني لو قلت ا ب بيساوي ا ج خلاص عرفت ان الالف المشتركه دي هي زاويه الراس، وزاويه ب وج هما زاويتين القاعده. جيت قلت مقياس مثلا زاويه الف بتساوي 120 درجه. السؤال بقى عاوز اعرف زاويه الراس وزاويتين القاعده. ايه ده؟ ده انت ما قلتليش يا مستر. انت بتقول لي ا ب ج مثلث متساوي ساقين واديتني زاويه بس ب 120. نفكر كده مع بعض. لو انا اعتبرتها ان هي زاويه القاعده. جميل. مش احنا لسه قايلين ان زاويتين القاعده في المثلث المتساوي ساقين متساويتين في القياس. ها لو انا اعتبرت ان زاويه ا دي زاويه من زاويتين القاعده. طيب يبقى اذا معاها ب او ج برضه قاعده. طب احنا لسه قايلين في النظريه ان زاويتين القاعده في المثلث المتساوي ساقين متساويتين. يعني لو ا 120 يبقى زاويه القاعده الثانيه ب 120. ايه ده؟ زاويه ا ب 120 وزاويه القاعده الثانيه ب 120 يعني الزاويتين مع بعض 240. يا مستر اذا كان المثلث كله 180 اساسا. ايه ده؟ يبقى دي تنفع زاويه القاعده؟ لا. امال دي تنفع ايه؟ يبقى اكيد دي زاويه راس. طب انا استنتج من الكلام ده يا مستر ان زاويتين القاعده لابد ان يكون زاويتين حادتين. ليه يا مستر؟ ما هي لو جت منفرجه هبص الاقي زاويه القاعده الثانيه زي منفرجه، دي ب 120 هيبقى الثانيه ب 120، طب 120 و 120 ده 240 والمثلث كله اساسا 180 درجه، يبقى ينفع زاويه القاعده تكون منفرجه؟ لا. طب تعالى نجرب. لو زاويه القاعده اعتبرنا ان زاويه القاعده ب 90. نجرب. والله يا مستر انت قلت لي زاويتين القاعده بيساوي بعض. طيب ا ب 90 هيبقى زاويه القاعده الثانيه بكام؟ ب 90، يبقى زاويتين بس ب 180 والثالثه بكام؟ صفر. يبقى اذا برضه ما ينفعش. يبقى الملحوظه بتاعتي مهمه جدا هنا لما يجي يقول لي زاويتين القاعده، لا يبقى معروف يا مستر زاويات القاعده في المثلث المتساوي ساقين متساويتين ولازم تكون زاويتين حدتين. يبقى انا لو جيت قلت لك ا ب ج مثلث متساوي ساقين وقياس زاويه ا ب 120 درجه، خلاص يا مستر يبقى دي زاويه الراس بدون كلام. ليه؟ ده منفرجه. يبقى دي يبقى انا كده استنتجت من ايه؟ من الكلام ده ان زاويه الراس تكون منفرجه وتكون حاده تكون قائمه، اما زاويات القاعده لابد ان يكون زاويتين ايه؟ زاويتين حادتين. لو انا جاي سؤال دلوقتي بيقول لي ا ب ج مثلث متساوي ساقين زاويه ا بتساوي 120، بدون تفكير ادي ا هي 120 هي زاويه القاعده. ليه يا مستر؟ ده منفرجه، دي زاويه الراس على طول، يبقى ا دي زاويه الراس.
زاويتين القاعده بقى دول اجيبهم ازاي؟ دي اسئله اكمل برضو. جيب لك مساله زي كده تاكد في المثلث المتساقين اديني زاويه ومالكش دعوه بالباقي. ليه مثلا؟ ما انا عندي زاويتين بيساووا بعض والمثلث كله 180. لو انا مثلا جيت في المساله اديتك زاويه الف ب 120 ومثلث متساوي مستقيم، اوجد قياس زاويه ب، او اقول لك مثلا سؤال من اهو قياس زاويه ب بتساوي نقط. جيبها ازاي يا مستر؟ والله انا عندي المثلث كله 180 وده مثلث متساوي مستقيم، يعني ايه؟ يعني قياس زاويه ب هتساوي قياس زاويه ج. طب اجيبها ازاي؟ ما انا عندي الف ب 120 فاضل لي قد ايه من 180؟ فاضل لي يا مستر 60، يبقى 180 نقص منها 60. طب اللي هيطلع ده بقى 180 نقص منها 120 اللي هيطلع ده بتاع ب ولا بتاع ج؟ ده بتاع الاثنين. طب ما الاثنين بيساووا بعض، يبقى نقول 180 ناقص 120 واللي يطلع نقسمه على كام زاويه؟ على الاثنين، يطلع بكام درجه؟ يبقى اذا دي ب 30 ودي ب 30. يبقى اول سؤال ممكن يجي لي في اكمل، اجيب لك مثلث متساوي مستقيم اديك زاويه على طول، اديك زاويه الراس، اروح عامل ايه؟ طارح من 180 واقسم على كام؟ واقسم على الاثنين يطلع لي زاويتين القاعده. طب ممكن يعكس ازاي؟ تعال نشوف. ادي مثلث متساوي مستقيم وليكن ا ب ج، مديني دي مثلا 70 درجه قياس زاويه ا. هو انت هنا مديني مين يا مستر؟ انت مديني واحده من بتوع القاعده. عاوز ايه؟ عاوز زاويه الراس. اجيبها ازاي؟ ما اتفقنا، اديني انت بس زاويه في المثلث المتساوي مستقيم وخلاص، وانا اجيب لك الباقي كله. يعني ايه مثلث متساوي مستقيم؟ يعني ضلعين بيساووا بعض، يبقى اذا زاويتين بيساووا بعض. دي ب 70، يبقى ج بكام برضه؟ يبقى ج برضه تبقى بكام؟ ب 70. طب انا كده عرفت ب وعرفت ج، دي 70 ودي 70، يبقى الاثنين مع بعض بكام؟ 140. اعرف اجيب الف؟ امال المثلث كله كام درجه؟ 180. يبقى انا لو اديتك زاويه الراس تطرح 180 تقسم على الاثنين. طب لو اديتك واحده من بتوع القاعده اروح قايل 180 ناقص 2 من بتوع القاعده، يبقى 70 زائد 70 تطلع معانا كام درجه؟ ب 40 درجه. ودي اسئله اكمل اللي ممكن تيجي، انا يهمني قوي النقطه دي. خلي بالك، قال لك مثلث متساوي مستقيم مش هيحدد مين الساقين، هيديك زاويه. لو اداك زاويه منفرجه او قائمه يدي بتاع الراس على طول. تعالى بقى ندخل على مثال اللي هي مثال برهان. ندخل بقى على اول مثال برهان، هنرجع للبرهان اللي هو علشان يبقى في سبب، والسبب ده هطلع منه نتيجه، انا عندي حاجه استنتجت. طب واحد يقول لي يا مستر طب النهارده الاسباب اللي خدناها هي معلومه واحده او اثنين. ايه؟ ضلع بتساوي ضلع، اذا زاويه بتساوي زاويه، ودي مهمه جدا. عندي ضلع بتساوي ضلع، وزاويتين القاعده بيساووا بعض. طب لو عندي يا مستر مثلث متساوي الاضلاع على طول، يبقى الثلاث زوايا بيساووا بعض، كل زاويه كام؟ 60 درجه. تعالى اتعودنا كده نقرا برام المعطيات كويس. لو في معطى موجود هنا مش محطوط هنا، على طول اروح نقله من هنا لهنا، لان انا وانا بحل ببص على الرسمه مش ببص على الكلام. الكلام بقراه في الاول افهمه بس، بشوف كل حاجه من الدليل. ا ج بيساوي ب ج، لا حلو قوي دي، ا ضلع بيساوي ضلع، انا على طول يجي في دماغي مش بقراها وخلاص، لا ده في زاويه هتساوي زاويه. ارجع ابص كده على الرسمه، بيقول لي ا ج بيساوي ب ج، يعني الضلع ده بيساوي الضلع ده. ضلعين بيساووا بعض، يبقى في زاويتين بيساووا بعض. مين بقى يا مستر الزاويتين؟ بتوع القاعده. طب وفين زاويه الراس؟ ادي الضلعين بيساووا بعض، يبقى زاويه الراس اهي. يبقى فين الزاويتين اللي بيساووا بعض؟ زاويه الف ايوه وزاويه ب. يبقى اول حاجه من دي عرفت ان الزاويتين دول بيساووا بعض. طيب المعلومه دي محطوطه على الرسمه؟ تمام. خش على المعلومه الثانيه. ا ده يوازي ب ج، طب دي بيحطها على الرسمه ازاي؟ بيحطها على الرسمه ازاي؟ هتلاقي حاطط لك سهم على الضلع، تعال نشوف. ا ده حاطط عليه سهم اهو، هتلاقي الضلع الثاني عليه سهم ب ج، يبقى كده بيقول لك ان ده بيوازي ده. طب انا لو انا عاوز اعلم هنحط سهم او سهمين هنا وسهمين هنا، يبقى ده معناه ان ده بيوازي ده. طب التوازي ده بيفيدني في ايه؟ اتفقنا. التوازي ده يفيدك على طول، زاويتين في وضع تبادل، زاويتين في وضع تناظر، او حرف اليو اللي هو زاويتين في وضع تداخل. نكمل. زاويه د ا ج فين؟ د ا ج ب 30 محطوطه. اوجد قياسات زوايا المثلث ا ب ج، يعني عاوز زاويه ا وزاويه ب وزاويه ج. هبتدي بقى استفاد من المعطيات بتاعتي. في زاويه عندي اسمها 30، ال 30 دي تخص التوازي ولا تخص المعلومه دي؟ لا يا مستر ال 30 ما تخصش دي، يبقى انا هبتدي بالمعطى ده، ده اللي هيفيدني، لان ال 30 تخصه. اما ده ماشي، ده هيفيدني ان زاويه دي بتساوي زاويه دي. عملت ايه؟ زاويتين بيساووا بعض، ما قدرتش اجيب ولا الف ولا قدرت اجيب مين زاويه ب. طب نمسك التوازي. الف ده بيوازي ب ج. طبعا بص كده، يا مستر حرف الزد، وده اكتر حرف الناس بتلاحظه. طب اشوفه ازاي؟ انا متلخبط وما باخدش بالي، اعلم على الضلعين. ادي الف د وادي ب ج. دور على الخطوط اللي موصله بينهم هتلاقي الحروف ظهرت. واحد قال لي الف ب فعلا حرف اليو بس ما اقدرش استخدمه.
طب واحد قال لي ألف جيم، لا استنى مستر، ده حرف زد ظهر اهو. اه استفاد ايه؟ زاوية جيم بتساوي كام؟ 30 بالتبادل، صح كده؟ يبقى انا اول حاجه جبتها زاويه مين؟ زاويه جيم. استنى يا مستر، ده انت جبت زاويه جيم وانت لسه قايل لي لو جبت زاويه في مثلث متساوي ساقين الثلاثه جوه، فعلا يبقى كده المساله اتحلت. ما انا جبت زاويه يبقى اقدر اجيب الف وب؟ اه، نمشي واحده واحده بقى. طيب نجيب زاويه جيم ازاي وتتقال برهان ازاي؟ هو انت ايش عرفك ان جيم بتساوي الف؟ مين اللي قال لك؟ يا مستر انا عندي توازي. يبقى بما ان اهو، يبقى اول حاجه بما ان ا د بيوازي ب ج. طب مين اللي وصلهم؟ ا ج. بقول ايه ده؟ ا ج قاطع لهم. يعني ايه قاطع؟ وصلهم ببعض. توصيله دي حرف من الثلاثه اف يو زد، هنا زد يعني تبادل. اذا لو علشان ده ا د بيوازي ب ج و ا ج قاطع لهما، يبقى اللي هي اذا قياس زاويه ج، ودي اول زاويه في المثلث بتساوي قياس زاويه. ما حدش يقول لي الف، ليه يا مستر؟ ما في الف فوق وفي الف تحت، انت تقصد مين فيهم؟ وفي الف الكبيره كمان، يبقى اسم ثلاثي، يبقى اقول قياس زاويه ايه؟ طب انا يا مستر متلخبط، لا ادي الف الف النص، اولها د واخرها جيم، يبقى قياس زاويه د الف جيم بتساوي كام درجه؟ 30 بالتبادل، ودي اول زاويه. جبت دي والمعلومه دي تمام يا مستر، استخدمت التوازي. فاضل لي معلومه بتاع الدرس بتاع النهارده اساسا، بتقول لي ايه؟ الف جيم بيساوي ب جيم. انت قلت لي بما ان ضلع بيساوي ضلع، اذا زاويه بتساوي زاويه. طب تيجي نكتبها، هنقول بما ان الضلع اللي اسمه ا ج بيساوي الضلع ب ج. يا مستر انت قلت لي حته كده فنيه في البرهان، لما تيجي تشتغل بتبين انت شغال فين. هو انت شغال فين؟ في المثلث اللي اسمه ا ج ب. طب ما تكتبها اهو، في المثلث ا ج ب. اه يبقى انا وانا بقرا عيني على طول راحت على المثلث. ايه بقى المثلث زمان؟ ا ج ب فيه ا ج بيساوي ج ب، استنتج ايه؟ اذا ايوه قياس زاويه ب هتساوي قياس زاويه مين بقى؟ واحد يقول لي الف. هنا الف تمشي صح. ليه يا مستر بقى الف تمشي صح؟ لانك انت حددت انت شغال فين. فانا في المثلث يبقى اسمها الف، بس احنا نكتب اسم ثلاثي برضه. ايه هو؟ اللي هو ج الف ب. طيب هجيبها ازاي؟ انا لسه قايل لك طالما مديك زاويه الراس انت جبتها بكام؟ 30. طب انا بس عاوز اقول لك القاعده على طول، يبقى بتساوي 180 ناقص ناقص كام؟ ناقص زاويه الراس اللي هي بكام؟ 30 على كام؟ على الاثنين تطلع ب 75 درجه. يبقى انا كده قدرت اجيب له زاويه ج طلعت ب 30، جبتها بالتبادل. اول ما دخلت جوه المثلث المتساوي الساقين جبت زاويه، اجيب الاثنين الثانيين على طول. طالما في المثلث المتساوي الساقين زاوية الرأس اللي موجودة، أقدر أجيب الزاويتين التانيين إزاي؟ أطرح من 180 وأقسم على كام؟ وأقسم على الاثنين، يطلع لي الزاويتين دولت كل واحدة فيهم بكام؟ 75، لأن إحنا اتفقنا زاويات القاعدة في المثلث المتساوي الساقين مالهم؟ متساويتين، وكده أقدر يكون خلصت المسألة، والمسألة دي من المسائل المهمة جدا 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 في الدرس ده. ندخل بقى على سؤال مش من أهم، أهم سؤال في الدرس ده. ده سؤال نسبة 80% موجود في كل الامتحانات، اللي بيحط امتحان بيحب يجيب السؤال ده أول. أولاً حلو سهل. ثاني حاجة جايب معلومتين من الدرس بتاع النهاردة. إيه هما؟ تعال نشوف من الرسمة. أنا كمان عامل حاجة في السؤال ده، أنا مش كاتب معطيات، حاطط المعطيات على الرسمة، عايزين نشوف نفهمها من على الرسمة ولا لأ. أنا في المسألة اللي فاتت عرفت المسألة من الكلام وترجمت الكلام على الرسمة، طب أنا جايب لك المعطيات على الرسمة، تقدر تفهم ولا لأ؟ تعال نشوف. بيقول لي قياس زاوية ب أ د، فين يا مستر زاوية أ د دي؟ أدي ب، ادي الف، ادي د. ايه ده؟ ده مستر ده زاويه كبيره قوي، عباره عن حتتين. اه فعلا هي عباره عن زاويتين بقى، ايش حتتين؟ زاويتين. الزاويه الاولى في المثلث اللي تحت اللي هو بالازرق، والجزء الثاني الزاويه الثانيه في المثلث اللي فوق. طب انا لو جبت الاثنين اقدر اجيب زاويه بقى د الف ب او ب الف د كلها؟ اه اروح جمع زاويتين مع بعض. لا واحده واحده. ثاني كده، الزاويه اللي انا عاوزها عباره عن زاويتين مع بعض، زاويه في المثلث اللي تحت وزاويه في المثلث اللي فوق. يبقى انا لو جبت اللي تحت وجبت اللي فوق يبقى انا حليت المساله، هجمعهم مع بعض. طب نشوف بقى ايه اللي عندي. تعال نشوف المثلث اللي تحت. هو المثلث اللي تحت ده ايه؟ يا مستر ده في مثلث وحاطط لي شرطه وشرطه. يعني اه العلامات دي يعني الضلع ا ب بيساوي الضلع ج ب. مثلث متساوي الثقيل وفي زاويه، اجيب الاثنين الثانيين. يبقى انا يا مستر عرفت اجيب دي. ازاي؟ هقول 180 ناقص 40 على الاثنين، برافو. 180 ناقص، يبقى كده حليت الجزء اللي تحت تمام قوي. فاضل لي بس اكتبه برهان سهل. بما ان ضلع بيساوي ضلع، اذا زاويه بتساوي زاويه، 180 ناقص على الاثنين، خلاص كده. كده عرفت الجزء اللي تحت. نطلع فوق.
ده حاطط لي يا مستر بس شرطتين مش شرط، هي تفرق، هو بيحط علامات مختلفه مش اكتر، يعني شرطتين بيساوي شرطتين بيساوي شرطتين، يعني مثلث متساوي اضلاع. انت قلت لي ده العين يعني في زاويتين، طب الثلاث اضلاع يعني الثلاث زوايا، طب انا قلت لك كل زاويه تساوي كام؟ ايوه تساوي كام درجه؟ 60 درجه، يعني ا دي بكام؟ 60، د بكام؟ ب 60، ج بكام؟ 60. طب ما انا كده حليت المساله، اه جبت اللي تحت من المثلث المتساوي الساقين 180 ناقص على الاثنين اللي فوق 60، طب انا بقى اعمل ايه؟ نجمعها الكتابه بقى، وده المهم. واحد حل مساله ما قاليش انا ما بعرفش اكتب برهان يا مستر، بحل المساله بس ما بعرفش، يعني ايه بحل المساله ما بعرفش اكتب برهان؟ احنا اتفقنا، انا هسالك انت دلوقتي جبت دي ازاي؟ ما يا مستر ده مثلث متساوي الساقين، يبقى بما ان ا ب بيساوي ب ج، ماشي، اذا يبقى زاويه ا بتساوي زاويه ج، طب ما تكتب لي اذا زاويه ا بتساوي زاويه ج، لا استنى يا مستر، طب ما نكتب اللي انت بتقوله ده بقى عشان ما ننساهوش، انت قلت لي اهو بس في الفنيه نرجع في المثلث، يبقى اول حاجه في المثلث انا شغال فين؟ في المثلث اللي تحت. ايه اللي موجود فيه؟ موجود يا مستر نقول بما ان ب ا يعني ضلع بيساوي ضلع، جميل. ممكن بقى يا مستر اروح مزود بقى واقول كمان زاويه ب ب 40 تبقى فنيه، انت كده بتقول لي يعني انت عندك ضلع بيساوي ضلع وزاويه الراس بتساوي 40، استنتج ايه؟ ان كل واحده من دول هنطرح ب 180 ونقسم. اذا قياس زاويه ب ا ج اللي انا عاوزها، طب انا ممكن اكتب بتساوي على طول، لازم اكتب بتساوي زاويه اللي تحت، نكتبها عشان نخسر حاجه، بتساوي قياس زاويه ب ج ا يبقى ضلع بيساوي ضلع، اذا زاويه بتساوي زاويه، ها يلا 180 ناقص 40 على ال 2، 180 ناقص 40 140 على الاثنين تطلع بكام؟ 70 درجه. الله يا مستر، جبنا النص اللي تحت، نطلع فوق، استنى بس نطلع فوق، يبقى في المثلث اسمه ايه؟ ا ج د. دي ليها طريقتين، واحد انا هسالك سؤال، ليه زايد ب 60؟ واحد يقول لي يا مستر عشان المثلث زاويه متساويه الاضلاع، خلاص يبقى بما ان المثلث متساوي الاضلاع. واحد يقول لي يا مستر مش انت قلت لي زاويتين ضلع بيساوي ضلع يبقى زاويه تساوي زاويه؟ هنا ا ج بيساوي ج د بيساوي د ا، برضه صح، هقول بما ان ا ج بيساوي ج د بيساوي د ا، يعني الاثنين صح، يا اما اقول بما ان ا ج د المثلث متساوي الاضلاع، يا اما اقول بما ان ا ج بيساوي ج د بيساوي د ا، اللي عجبكم انا هنا مثلا اقول بما ان مثلث ا ج د متساوي الاضلاع، يعني يا مستر اذا كل زاويه فيه بتساوي كام درجه؟ 60 درجه. ممكن انت الزاويه اللي انا عاوزها بس، اذا ج ا د الحته دي بس بتساوي 60 درجه، مش هتفرق. طب انا حبيت اكتب الثلاث زوايا ما خسرتش حاجه. ثانيه يا مستر، في المثلث اللي تحت ب ا بيساوي ب ج، اذا زاويه ب ا ج اللي هي دي هتساوي زاويه ب ج ا اللي هي دي تساوي 180 ناقص 40 على 2 طلع ب 70. فوق مثلث متساوي الاضلاع كل زاويه ب 60. طب انت عاوز ايه؟ انا عاوز زاويه ب ا د، اعمل ايه؟ طب ما حته ب 70 وحته ب 60، هنقول له اذا قياس زاويه ب ا د عباره عن الجزء اللي تحت اللي هو 70 درجه زائد اللي فوق يطلع بكام؟ 130 درجه. المساله دي من المسائل المهمه جدا جدا جدا، يوم ما يراجع المساله هيجيب لك بدل ال 40 ب 50. خلاص انت كده؟ هي يا مستر. ناخد بقى مساله ثانيه، ناخد بقى مثال من المسائل الجميله اللي الطلبه كلها بتخاف منها، مع انها فكرتها سهله بس بعيده، هي صعوبه المساله هنا ان الفكره بعيده عن دماغك، مش ان هي مساله رخمه في الحل او صعبه، لا تعتمد على معلومه قديمه وهسيبكم تفكروا فيها شويه، نتكلم بس مع بعض فيها. بيقول لي ا ب بيساوي ا ج، خلاص يا مستر عرفت، ضلع بيساوي ضلع، اذا في زاويه بتساوي زاويه، حلو، انت كتبت خطوتين في البرهان 100 صح. هقول ايه؟ بما ان ا ب بيساوي ا ج، اذا قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، مش عيب لما اعلم كده عادي، ان انا استنتجت معلومه. طبعا انا بعلم في الرسمه، بتعلم مثلا بلون غير اللي هي الرسمه بيه، فبتعرف ان دي منك انت، انا اللي استنتجتها، ان زاويه ب بتساوي زاويه ج. جميل. وبيقول لي ان ب د بيساوي هي ج، ده استفاد منها ايه دي؟ غريب، اعديها دلوقتي. ايه ده؟ مفيش تاني، اثبت بقى ان زاويه ا د اللي هي دي بتساوي ا ايه؟ د. ايه؟ انا مش عارف اعمل حاجه. انا استنتجت بس خطوتين وراح سايب المساله وماشي. ان بما ان ا ب بيساوي ا ج، اذا زاويه ب بيساوي زاويه ج. طب تعالى نجيب المساله من العكس. هو امتى زاويه د دي بتساوي زاويه ايه؟ اللي هو عاوزهم. زاويه تساوي زاويه؟ يا مستر لما في ضلع هيساوي ضلع. مين بقى الضلعين اللي انت عاوزهم بيساوي بعض؟ لو ا د بيساوي ا ه، يبقى زاويه د هتساوي زاويه ايه؟ يبقى انا مهمتي هنا ايه؟
اثبت ان ا د بيساوي ا ه. طب ما ازاي برضه يا مستر اثبت ان ازاي ان ا د بيساوي ا ه؟ احنا اتفقنا ان طالما طالب منك ضلعين ما لهمش علاقه ببعض او انا مش عارف اجيب لهم علاقه بينهم خالص، اول حاجه بشوف الوسيط او بحاول احط كل واحده في مثلث وطابق المثلثين. امسك بقى كلمه التطابق دي، اول ما عينك تيجي على الرسمه دي تعرف ان المساله دي فيها تطابق. تطابق؟ تطابق المثلثات بتاع اولى اعدادي. اللي هم ايه الحالات بقى؟ نفتكرهم مع بعض. اول حاله ضلعين مزاويه محصوره، ثاني حاله زاويتين والضلع الواصل بينهما، ثالث حاله اللي هم الثلاث اضلاع بيساوي الثلاث اضلاع، الحاله الرابعه اللي هي الخاصه بالمثلث القائم وتر واحد ضلعي القائمه. هقولهم ثاني عشان الناس تسجل ورايا. الحاله الاولى ضلعين مزاويه محصوره، الحاله الثانيه زاويتين والضلع الواصل بينهما، الحاله الثالثه اللي هم الثلاث اضلاع يساوي الثلاث اضلاع، الحاله الرابعه خاصه بالمثلث القائم اللي هو وتر واحد ضلعي القائمه. تعالى نبص على المثلثين اللي فيهم الضلعين ونشوف حاجه من اللي انا قلتهم ولا لا. نبص على المثلثين. اول مثلث اللي هو عارف مين ده اسمه ألف ب د، في معلومات يا مستر فعلا. والمثلث الثاني اسمه ألف ج ه. ايه المعلومات اللي قدامي؟ تعالى نبص. هنبص على العلامات اللي احنا معلمين عليها جوه المثلث. لو انا مسكت المثلث اللي على اليمين ده في حاجات متعلم عليها؟ في ضلع متعلم عليه، ادي ضلع. في ضلع تاني، عرفنا دول، يبقى كده ضلعين. ضلعين يا اما زاويه محصوره يا اما ضلع تاني. في زاويه محصوره؟ يا مستر زاويه بيها محصوره بينهم. شفت بقى؟ يبقى العلامه دي نفعتنا اهو، يبقى ضلعين وزاويه محصوره في المثلث الاول. ياه، لو الاقي زيهم في المثلث الثاني هقول له اذا المثلثان متطابقان. نروح للمثلث الثاني. هنا شرطه في زاويه يا مستر، شرطتين في زاويه يا مستر، الزاويه دي في زيها. يبقى انا دلوقتي وقفت عند الحاله الاولى اللي بتقول لي ضلعين وزاويه محصوره بيساوي ضلعين وزاويه محصوره، اذا المثلثان متطابقان. يعني ايه متطابقان؟ يعني زي بعض في كل حاجه، ثلاث اضلاع بيساوي ثلاث اضلاع، والثلاث زوايا بيساوي ثلاث زوايا. طب انا يا مستر اثبتت ان المثلثين متطابقين، هستنتج ايه؟ هستنتج على طول ان ا د بيساوي ا ه، اذا قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ه. طب واحده واحده بقى علي يا مستر، وتتكتب ازاي في البرهان؟ طبعا اول حاجه هنكتبها المعلومه اللي انت استخدمتها اللي انت جبتها من هنا، اللي هي يا مستر انت قلت اول حاجه انا عندي ضلع بيساوي ضلع، نقولها عشان ما ننساهاش. بما ان ا ب بيساوي ا ج، قلت لي اذا قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج. دي اللي انا كنت عارفها بسيطه. زودت لي معلومه انا ما كنتش عارفها اللي هي التطابق. يبقى اول ما ببص على المساله دي تطابق، اعملها ازاي بقى؟ نفتكر مع بعض طريقه اثبات التطابق. بروح قايل اسم المثلثين، يبقى اقول فيه المثلثان الاولاني اسمه ا د ب او ا ب د مش هتفرق، والثاني اسمه ا ج ه. واروح قايل فيهما واقول الثلاث شروط بتاع الحاله، سواء كان ضلعين زاويه محصوره او زاويتين وضلع او ثلاث اضلاع او الحاله بتاع المثلث القائم. انا يا مستر عندي الحاله الاولى ضلعين وزاويه محصوره، نقولهم بقى مين بيساوي مين. اول حاجه ا ب بيساوي ا ج، هو مديها لي. المعلومه الثانيه برضه هو مديها لك، ب د بيساوي ه ج، ضلعين. فاضل المعلومه اللي احنا جبناها زاويه محصوره، قياس زاويه ب بيساوي قياس زاويه ج. كده كام شرط؟ ثلاثة. يبقى شروط التطابق جاهزة. إذا المثلث الأول ا د د يطابق المثلث ا ج م. طب وبعدين؟ ما طالما أثبتت إن المثلثين متطابقين استنتج بقية الحاجات. إيه هي؟ إن الثلاث أضلاع بيساوي ثلاث أضلاع والثلاث زوايا بيساوي ثلاث زوايا. إذا الضلع الثالث اللي اسمه ا د هيساوي الضلع الثالث اللي هنا اسمه ا ه. استنى، ده أنا دخلت جوه المثلث ده لقيت ضلع بيساوي ضلع، إذا زاوية بتساوي زاوية، هقول له إذا قياس زاوية أ د ه اللي هو عاوزها هساوي قياس زاوية مين؟ أ ه د. خلي بالكم المسألة دي مسألة موجودة في كتاب المدرسة، مهمة جدا، بس فكرة التطابق بتاع أولى إعدادي، فبتخلي المسألة هي كحل سهلة بس كفكرة صعبة، وأنا ما بحبش المسألة فيها فكرة صعبة دي، طالب بيخاف منها. لا 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 لا، ده بالعكس، بس انا بكون عندي المعلومه. انا اتفقت معاكم الهندسه معلومات. يبقى اذا اول ما ابص على المساله دي يا مستر دي بتاعه التطابق، يبقى انا في دماغي على طول هطابق المثلثين دول، بس لازم اكون عارف حالات التطابق. راجعوا معايا بقى واكتبهم، هتعرف تحل المساله دي على طول. وخلي بالكم في كتاب المدرسه هي بتيجي في امتحان كتير. ندخل بقى على الدرس الثاني. انا اتفقت الدرس متقسم ثلاث دروس، بالنسبه لي انا درس واحد، نظريه عكس النظريه النتائج. احنا خدنا النظريه وعرفنا المسائل المهمه بتاعتها، ناخد بقى عكس النظريه. لا، واحده واحده. انت قلت لي النظريه ايه؟ شغلنا احنا ضلع بيساوي ضلع، اذا زاويه بتساوي زاويه. طب العكس، طب لو زاويه تساوي زاويه، يبقى اذا الضلع بيساوي
الضلع. قبل ما اقرا الكلام نجيب الخلاصه. بص ادي مثلث وليكن ا ب ج. لو انا جيت قلت لك ا ب بيساوي ا ج يا مستر دي النظريه اذا زاويه ب بيساوي زاويه ج. طب لو جيت قلت لك زاويه ب بيساوي زاويه ج خلاص بقى مستر. يبقى اذا ا ب بيساوي ا ج. دي الخلاصه بتاع النظريه وعكسها. نظريه ضلع بيساوي ضلع، زاويه بتساوي زاويه، عكس زاويه بتساوي زاويه، اذا ضلع بيساوي ضلع. طب نفس نفس البرهان بما ان قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، اذا ا ب بيساوي ا ج. ودي اللي هنكتبها، اكتبها في مقرأ برضو الكلام. بما ان قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، اذا ا ب بيساوي ا ج. يعني ايه؟ يعني المثلث متساوي الساقين. اكتب له اذا المثلث متساوي الساقين، يعني مش مشكله كده خلاص. نقرا بقى الكلام؟ ايه مثلا احنا خلاص لا نقراه ونفهمه بقى. تخيل انت بتقرا كلام وانت فاهمه ونترجم بقى تعلمك. اذا تطابقت زاويتين ماشي، يعني زاويتين بيساوي بعض فان الضلعين بيساوي بعض. لا بص الكلام بقى، فان الضلعين المقابلين لهاتين الزاويتين. والله لو قريتوه قبل ما تفهموا كنت فهمتوا الكلام اساسا. يعني انا قرات الكلام ده قبل ما اشرح ده، ايه وصل لكم ده؟ لا نركز بقى كده. فان الضلعين المقابلين للزاويتين بتوعي، ادي زاويه ب، الضلع المقابل ليها اللي هو ا ج، والضلع المقابل لزاويه ج اللي هو ا ب. كده انا فهمت. فإن الضلعين المقابلين منهم يكونان متطابقين يعني متساويين. يعني خلاصة الكلام، لو زاوية ب بيساوي زاوية ج، يبقى الضلع اللي في وش ب أو المقابل لب بيساوي الضلع المقابل لج. يعني أقول له إذا أ ب بيساوي أ ج. ركزوا كده، زاوية ج الضلع المقابل ليها، هو المثلث اسمه أ ب ج، زاوية ج يبقى الضلع المقابل اسمه أ ب. حلوة دي. تاني أدي زاوية ج، فين الضلع المقابل ليها؟ هي ج، يبقى فاضل لي ا وب، يبقى الضلع اسمه ا ب. يعني انت مثلا المفروض نعكسها؟ ممكن نكتبها العكس. هو اقول اذا ها زاويه ب الضلع المقابل ليها اسمه ايه؟ ب، يبقى انا فاضل لي ا وج، يبقى اذا ا ج زاويه ج فاضل مين؟ ا وب. طب ما حلوه دي، هتنفعنا في الدرس اللي جاي كمان اللي هو بتاع التباين. يبقى انا بقى خلاص بقى عشان نلم الدنيا، عشان كده الدنيا بتوسع. ايه مثلا الدنيا؟ زاويه بتساوي زاويه، اذا ضلع بيساوي ضلع. طب تعالى لي بقى يا مستر، هناك قلت لي ضلع بيساوي ضلع، زاويه بتساوي زاويه، ثلاث اضلاع بيساوي بعض، يبقى الثلاث زوايا بيساوي بعض. طب هنا زاويه بتساوي زاويه، اذا ضلع بيساوي ضلع. طب لو الثلاث زوايا بيساوي بعض خلاص بقى، يبقى الثلاث اضلاع بيساوي بعض. نعملها نتيجه؟ النتيجه ايه بقى؟ نقولها ازاي؟ قولها بطريقتك. لو عندي الثلاث زوايا بيساوي بعض، اذا الثلاث اضلاع بيساوي بعض. طب انا عاوز اسخها بقى لو عربيه، دي بقى بتاعتك انت، انا ممكن افهمها كمان. تعال نشوف، نقولها بقى كده، نحاول نترجم لغه عربيه. ايوه، اذا تطابقت زوايا مثلث، ممكن اذا تساوت زوايا مثلث هتضطر تقول في القياس، خليها تطابق احسن. يبقى اذا تطابقت زوايا مثلث فان اضلاع تكون ايوه متساويه. يبقى النتيجه بتاعتي هنا هنقول ايه؟ اذا تطابقت، يعني ايه؟ يعني تساوت في القياس. اذا تطابقت زوايا مثلث فانه يكون متساوي الاضلاع. ممكن نكتبها بصيغه ثانيه؟ تعال نشوف. اذا تطابقت زوايا مثلث فان مثلا اضلاعه الثلاثه تكون متساويه. الخلاصه واحده، ثلاث زوايا بيساوي بعض، اذا الثلاث اضلاع بيساوي بعض. العربي ده بقى على حسب الصيغه في الامتحان، هو جاب لي الصيغه بيقول لي اذا تطابقت زوايا مثلث، خلاص بقى المهم افهم اختار الاجابه اللي بتقول لي ان الثلاث اضلاع بيساوي بعض. ايه بقى الاجابه؟ قال لي فان المثلث يكون نقط، يكون متساوي الاضلاع. اقول له يكون ثلاث اضلاع متساويين؟ لا، الصيغه الصح تكون متساوي الاضلاع. يعني انا دلوقتي لو عندي مثلث اهو، زاويه ا بتساوي زاويه ب بتساوي زاويه ج، هقول له اذا ا ب بيساوي ب ج بيساوي ا ج. تعال نشوف بقى على معلومه من اهم المعلومات وسؤال جاي في اي امتحان، برضه معلومه مهمه بس انا احب اجيبها على صيغه سؤال، بعد كده نترجمها عشان ده سؤال اكمل في اي امتحان. لو انا عندي مثلث متساوي الساقين، نحب الساقين، اغير بقى اخليهم اللي هم دول، ادي ا ب ج. برضه مثلث ثاني متساوي الساقين وليكن اسمه هو برضه ا ب ج، بس الساقين متغيرين. تعال نشوف، هنا مديني زاويه ا ب 60، دي زاويه القاعده. هنا مديني زاويه الراس ب 60، دي زاويه الراس. تعال نجيب بقيه الزوايا ونشوف هنستنتج ايه من المساله. تعال نشوف. والله يا مستر هنا ده ايه ده؟ ده نظريه يا مستر. ضلع بيساوي ضلع، يبقى الزاويه بتساوي زاويه، دي 60 تبقى دي 60، اجيب الزاويه الثالثه ايه ده؟ ب 60. مثلث متساوي الساقين، الزاويه فيه ب 60 بقى متساوي الاضلاع. طب يا ترى ينفع هنا؟ هنا كان زاويه القاعده، طب لو زاويه الراس؟ تعالى نشوف.
زاوية ألف بستين وده مثلث متساوي ساقين. تعال نجيب ب وجيم. ها الطريقة أيوة 180 ناقص على الاثنين يبقى 180 ناقص 60 على الاثنين تطلع كل واحدة برضه. لا تعالى لي بقى ده أنا أي مثلث متساوي ساقين بلاقي فيه زاوية ب 60 بيتحول على طول إلى مثلث متساوي لإيه؟ متساوي الأضلاع. وده سؤال جاي في أي امتحان هيقول لي إيه؟ يقول لي إذا كانت إحدى زوايا المثلث متساوي ساقين ما قاليش بقى ولا قاعدة ولا رأس إحدى لأن واحدة فيهم والله مش فارقة يا مستر سواء كانت قاعدة كانت رأس بيتغير. يبقى تاني كده إذا كانت إحدى زوايا المثلث متساوي ساقين بتساوي 60 درجة فإن المثلث يكون نقط ماله أيوه متساوي لإيه؟ أضلاع. سؤال مهم جدا 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 في أكمله. تعالى بقى ندخل على مسائل البرهان. ندخل بقى على أول مسألة ونشوف المعطيات بتاعتنا زي ما تعودنا نقرأ ونحط على الرسمة. أول معلومة ميم ب بيساوي ميم جيم اوتوماتيك يبقى اذا ب بتساوي ج زاويه ضلع بتساوي ضلع اذا زاويه بتساوي زاويه ودي النظريه. جميل يا مستر. يبقى دلوقتي معلومه اهو. طب ممكن اكتبها يا مستر على طول عشان ما انساهاش؟ نكتب اقول ايه؟ ها في المثلث م ب ج بما ان م ب بيساوي م ج اذا قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج. ودي جميل دي الخطوه الاولى بالنسبه لي في المساله. اول معلومه طلعت حاجه وكتبت خطوتين برهان. طب يا مستر ممكن اكتب ده قبل ده؟ يعني استخدم ده قبل مش هتفرق استخدم ده الاول ده الاول المهم يكون استخدامك صح. طيب ندخل على المعلومه الثانيه بيقول لي ا د بيوازي ب ج توازي على طول يجي في دماغي تبادل تناظر تداخل. ها شايفين حاجه؟ اه يا مستر ده في حرفين الزد التبادل. تعالوا نشوف كده حرفين الزد مع بعض. ها ا هتساوي مين؟ ايوه تساوي ج. طيب زاويه د تساوي مين؟ تساوي ب. بتتكتب ازاي؟ اتفقنا التوازي بما ان ضلع بيوازي ضلع. عاوز اكتب القاطع او مش عاوز دي براحتك. طب ممكن ما اكتبوش لان هنا عندي قطعين عاوز اجيبهم مع بعض. تعال نشوف تتكتب ازاي. هقول بما ان ا د بيوازي ب ج. استنتج يا مستر خلاص يبقى زاويه ا يبقى اسمها يبقى برضو اسمها اذا قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه ج. وايه تاني؟ وزاويه د يا مستر وقياس زاويه د هتساوي قياس زاويه ب. دول ايه ده؟ حرف الزد اللي هو ايه؟ ايوه بالتبادل. يبقى انا كده عملت حاجتين سامي دي الخطوه الثانيه بالنسبه لي. يبقى انا كده عملت خطوتين. الخطوه الاولى في المثلث المتساوي ساقين ضلع بيساوي ضلع اذا زاويه بتساوي زاويه. الخطوه الثانيه استخدمت التوازي طلعت ان زاويه ا بتساوي ج وده بتساوي ب. انا مش فاهم حاجه في المساله انا طلعت معلومات ومش عارف حاجه. وعاوز يا مستر ده بيقول نسبه ان ضلع بيساوي ضلع ان م ا بيساوي م د. امتى م ا يساوي م د؟ ده دي عكس النظريه. ضلع يساوي ضلع يبقى اكيد في زاويه بتساوي زاويه. طب انا عشان اثبت ان م ا بيساوي م د لازم اثبت ايه؟ والله الزاويه اللي في وش م ا اسمها ايه؟ ايوه ادي م ا يبقى لازم اثبت ان زاويه د بتساوي الزاويه اللي في وش الضلع ده هي م د اسمها ايه؟ ا. يبقى انا مطلوب مني عشان اثبت ان م ا بيساوي م د اثبت ان زاويه د بتساوي زاويه ا. مفيش علاقه بينهم بمشي الطريقين بتوعي اشيل زاويه د بتساوي ايه؟ و ا بتساوي ايه؟ طب ما انا جبت انت جبت ايه؟ انا جبت يا مستر ان د بتساوي ايه؟ اهو وجبت ان ا بتساوي ج جميل وجبت حاجه تاني وجبت ان ب بتساوي ج اساسا ثواني كده تاني ا هي ج وده هي ب. طب ما انت قايل فوق ان ب وج زي بعض استنتج ايه بقى؟ طب ما كده يبقى زاويه ا هي زاويه ايه؟ هي زاويه د تتقال ازاي في البرهان؟ انت جبت خطوتين ومن خلال الخطوتين دول طلعت معلومه فبقولها ازاي؟ بقول من الخطوتين بتوعي بقول من الاول الخطوه الاولى والخطوه الثانيه استنتجت ان قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه د. طب قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه د. طب ما دي اللي انا عاوزها استنتج ايه من ورا ان زاويه بتساوي زاويه؟ اذا ضلع بيساوي ضلع. يبقى اذا م ا هيساوي م د وهو المطلوب اثباته. تعال نشوف مساله ثانيه. طيب ندخل بقى المثال الثاني. مثال من الاسئله المهمه جدا موجود في كتاب المدرسه. كلمه موجود في كتاب المدرسه دي يعني من الاسئله المهمه اللي هي بتيجي في امتحان يعني. تعال نشوف. بيقول لي ا ب يا مستر ضلع بيساوي ضلع اذا زاويه بتساوي زاويه. نحددها مش هنخسر حاجه. ا ب بيساوي ا ج ا ب بيساوي ا ج زاويه ب بتساوي زاويه ج ادي ب وادي ج. حلو طلعت معلومه ممكن اكتبها يا مستر؟ ماشي المهم المساله خلاص احنا بقينا خبره مش لازم كل حاجه كده اكتبها بقى ايه ممكن يكون الترتيب ليه شكل افضل حطها في دماغك بما ان ا ب بتساوي ا ج اذا زاويه ب بتساوي زاويه ج. نمسك المعلومات الثانيه ب تاني ناقص بزاويه ب فين ب ده؟ اهو
نصف زي يعني ايه نصف؟ يعني قسمها جزئين قد بعض. طب ما خلاص يا مستر هو عاملها لي قال لي دي بتساوي دي. طب اقولها ازاي دي؟ هنقول له بما ان ب د بنصف زاويه ب استنتج ايه؟ الزاويه اللي فوق بتساوي اللي تحت. ايه اللي فوق؟ اسمها د ب ا بتساوي د ب ج. جميل، هو اصلا معلم عليها. تعال نشوف المعلومه الثالثه. ج د اهو بنصف زاويه ج، يعني الاكس بتساوي الاكس. انت معلم يا مستر اهو. طب نفترض ما علمش، نعلم احنا، يعني احط النقط واحط اكس؟ اه، حط انا عاوز احط نجمه يعني اهو. المهم العلامتين زي بعض، يعني زاويتين بيساووا بعض. جميل، عاوز ايه انت؟ بيقول لي اثبت ان المثلث د ب ج متساوي الساقين. د ب ج هو المثلث عشان يكون متساوي الساقين يبقى يا اما اثبت ضلعين بيساووا بعض يا اما زاويتين بيساووا بعض. هو قال لك اثبت ان هو متساوي الساقين، انا شغلي هنا في اضلاع. لاحظ دخلك في الزوايا، يبقى شغلي هنا على الزوايا. امتى اثبت ان د ب بيساوي د ج؟ لو الزاويه دي بتساوي دي. حلو، يبقى دي مهمتي، مهمتي في المساله اثبت ان دي بتساوي دي. تعالى بقى نستخدم الليله بتاعتنا دي، نمسك حاجه حاجه. نشوف دي بتساوي ايه؟ هي ب دي بتساوي ايه؟ يا مستر بتساوي اللي فوق. يعني نص ب كلها، ايش عرف؟ هو ده بنصفها، يعني دي نص ب كلها. جميل، يبقى الزاويه الاولى بتاعتي انا هسميها رقم واحد دلوقتي عشان يبقى الكلام خفيف شويه. زاويه واحد نص ب. جميل قوي يا مستر. طب زاويه اثنين هتبقى نص ج. طب هو في علاقه بين ب وج؟ في علاقه. ده بيقول لي ا ب بيساوي ا ج اساسا، يعني ا ب ده بيساوي ا ج، يبقى زاويه ب كلها تساوي زاويه ج كلها. واحد مع 10 جنيه واحد مع الثاني مع 10 جنيه، هل النص ده زي النص ده؟ اكيد يا مصر، ما ده ب 5 جنيه ده ب 5 جنيه. انا بص انت بتقول لي زاويه ب بيساوي ج، يبقى اكيد نص ب بيساوي مين؟ ايوه بيساوي نص ج. هي فين نص ب؟ اللي هي زاويه واحد. طب فين نص ج؟ اللي هي زاويه اثنين. ايه ده؟ يعني واحد هتساوي اثنين، يبقى المثلث اللي تحت ماله؟ متساوي الساقين. تعالى بقى نجيبها دي وتتكتب ازاي؟ نمشي واحده واحده. الفكره بقى انا فهمت بس المساله بس هتوه في البرهان. لا 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 ما بنتوهش خالص. كل اللي احنا قلناه كلام هنكتبه. احنا قلنا زاويه ب بتساوي ج دي خفيفه، نكتبها الاول. يلا هنقول بما ان ا ب بيساوي ا ج، يبقى قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، ودي الخطوه الاولى. نطلع من المنصفات. هو يعني ايه بهدال؟ او بما ان بهدال ينصف زاويه ب، يا مستر يعني الزاويه اللي تحت دي نص ب كلها. هنقول له اذا قياس زاويه د ب ج اللي انا عاوزها، اللي انا مسميها هنا رقم واحد. طب انا يا مستر لو كتبت زاويه واحد ينفع؟ ينفع، بس ترسم الرسمه وتحط واحد جوه المساله. طب انا يا مستر كتبت واحد هنا وما رسمتش الرسمه، مفيش كلام، غلط. انا واحد دي اشوفها ازاي؟ هترقم الزوايا يبقى ترسم الرسمه، خلاص؟ فانا مش هرقم، هي مش مستاهله. هقول اذا زاويه د ب ج اللي هي دي نص ب كلها، او نص قياس زاويه ب. ودي خطوه رقم اثنين، يبقى انا كده عملت خطوتين، الخطوه الاولى ان ب كلها بتساوي ج كلها. الخطوه الثانيه ان زاويه د ب ج نص ب. الخطوه الثالثه يلا خش على المعلومه الثالثه، بما ان ج د بنصف زاويه ج، ده قاسم دي نصين، يبقى الزاويه اللي تحت اسمها ايه؟ اثنين. لا مش هنقول الارقام بقى، يبقى د ج ب هتساوي نص مين؟ نص قياس زاويه ج. ودي خطوه رقم ثلاثه. لا واحده واحده بقى كده يا مستر عشان ابتديت اتوه. نلمها تاني اللمه اللي احنا لمناها، نلمها واحنا بنكتب بقى. اول معلومه ب كلها بتساوي ج كلها، كتبناها ضلع بتساوي ضلع، اذا ب بتساوي ج. المعلومه الثانيه دي مقسومه نصين، رحت كاتبها يبقى الزاويه دي اللي هي د ب ج نص ب. حلو قوي. المعلومه الثالثه زاويه د ج ب نص ج. طب ما كده انت كتبت كل حاجه اللي قلناها اتكتبت. خلاص من الثلاث خطوات دول استنتج ايه؟ طب ما مستر ب بتساوي ج، يبقى نص ب بيساوي نص ج، يبقى من واحد واثنين وثلاثه اذا قياس زاويه د ب ج اللي هي نص ب هتساوي قياس زاويه د ج ب اللي هي نص ج. طب زاويه بتساوي زاويه، اذا ضلع بيساوي ضلع. اقول له اذا د ب بيساوي د ج. يعني ايه يا مستر؟ يعني المثلث الصغير ده ماله؟ متساوي الساقين. اذا المثلث د ب ج متساوي الساقين. طبعا مساله مسألة جميله، وخلي بالكم من طريقه البرهان بتاعتها. تخش بقى على مساله ثالثه. ندخل بقى على مساله من المسائل الجميله اللي الطلبه اول ما تشوفها بتخاف منها عشان بيلاقي رموز مع الهندسه. ايوه هنا دخل لك شغل جبر ومعادلات مع المساله. بس تعال نشوف كده، نقرا وما نخافش. لما يجي لك مساله غريبه كده ما تخافش منها، شوف المعطيات اللي مديها لك تقدر تستفيد منها ايه. شوف اول معلومه بيقول لي قياس زاويه ب
بتساوي قياس زواجين. اتفقنا ضلع بتساوي ضلع وزاويه بتساوي زاويه. هنا بيقول لي زاويه بتساوي زاويه، اذا ايوه ضلع بيساوي ضلع. طب ايه مين يا مستر هيساوي مين؟ زاويه ب بيساوي زاويه ج. استنتج ايه بقى؟ ايوه يبقى ا ب بيساوي ا ج. دي يا مستر اللي انا عارفها، اكتبها. يبقى اقول لهم عندنا قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج، اذا ا ب بيساوي ا ج. بيقول لي يا مستر اوجد محيط المثلث، وانا عندي ارقام اساسا. طب انا اعمل ايه؟ نمشي بقى ورا الكلام. انت لسه قايل لي دلوقتي ان ا ب بيساوي ا ج، يعني ايه يا مستر ا ب بيساوي ا ج؟ يعني لازم يساوي بعض، يعني طول ا ب بيساوي طول ا ج. طب هو مديك طول ا ب؟ اه بيقول لي 2 س ناقص 1. خلاص يبقى 2 س ناقص 1 ده طول ا ب بيساوي مين؟ طول ا ج يا مستر. طب ما هو مديهولك اه بيقول لي س زائد 3. ايه ده جبر. ايوه هي دي فكره المساله، اللي هو نقلك من شغل هندسه ان ضلع بيساوي ضلع وزوايا الى شغل المعادلات. مشكله يا مستر بقى المعادلات ولا مشكله ولا حاجه؟ معادله عاديه خالص من بتاع اولى اعدادي سته ابتدائي. بيقول لي 2 س ناقص 1 بيساوي س زائد 3. طب يا مستر ده هو عاوز محيط المثلث، يعني عاوز طول الضلع. ما انا لو جبت قيمه س اعرف جبت طول الضلع. طب اجيبه ازاي يا مستر؟ ندخل بقى المعادله. انا متعود المعادله السينات كلها تبقى في جنب واحد، مهمتك تخلي لي السينات في جنب واحد. والاعداد يا مستر تقول لها الثانيه، نعملها كده، تعال نشوف. طب نعملها ازاي؟ اتفقنا، الحاجه اللي تخرج من بيتها يتغير، ايوه يتغير اشارتها. انا عندي بيت يمين وبيت ناحيه الشمال، اللي يخرج من بيته يتغير اشارته. يبقى الحاجه اللي تخرج من بيتها يتغير اشارتها. نخلي ادي اهو عملت البيتين. هنخلي البيت اللي على اليمين فيه السينات، والبيت اللي على الشمال نخلي فيه الاعداد. طب ندخل على البيت اليمين، في حد قاعد في بيته؟ اه، الاثنين س بيتها تنزل زي ما هي. مين بقى اللي جاي من البيت الثاني؟ ده في س جايه من البيت اللي على الشمال جايه تدخل البيت اللي على اليمين. طب انت تدخلي كده عادي؟ لا اتغير اشارتك. طب انت موجب لما تجيلي تجيلي ايه؟ سالب. يبقى كده مالينا البيت اللي على اليمين. ندخل على البيت اللي على الشمال. في حد قاعد في بيته؟ احنا اتفقنا ده بيت الاعداد. اه يا مستر الموجب ثلاثه قاعده، خليكي في مكانك يا حاج. مين جاي لي؟ جاي لي السالب واحد من هناك، لما تيجي تيجي موجب ايه؟ موجب واحد. خلي بالك من الحته دي لو عملتها صح خلاص. نكمل. 2 س ناقص س يدي ايه؟ يدي 1 س بتساوي 1 زائد 3 بكام؟ ب 4. هل لك حلت المساله؟ انت حليت المساله كده، انت خلصتها يعتبر. ليه يا مستر؟ انت جبت قيمه س يعني المساله اتحلت. هو عاوز ايه؟ قال لي انا عاوز محيط المثلث، محيط المثلث يعني لازم اعرف الثلاث اضلاع. هو عاوز ايه؟ هو عاوز محيط المثلث. اجيبه ازاي؟ لازم اعرف الثلاث اضلاع. انا قلت لك عشان تجيب الثلاث اضلاع تجيب لي قيمه س. طب ما احنا جبنا س بكام يا مستر؟ ب 4. 4 سم. طب انا جبت قيمه س، اعرف اجيب الثلاث اضلاع؟ اه. اول حاجه انا عندي ا ب اساسا بيساوي ا ج. طب يا مستر بقى استخدم علاقه ال ا ب ولا علاقه ال ا ج؟ نفس الناتج، لان اساسا انت قايل لي في الاول ان 2 س ناقص 1 هي س زائد 3. سواء س ب 5 ب 6 ب 4 ب 3 هتطلع نفس القيمه. استخدم علي، استخدم الاسهل. يبقى نقول له اهو اذا ا ب هيساوي ا ج هيساوي واحد من علاقتين، نستخدم س زائد 3 اهو س زائد 3. طب انا جبت س ب 4 يبقى 4 زائد 3 تساوي 7 سم. جميل قوي يا مستر، انا جبت ده ب 7 سم وده ب 7 سم. عاوز اجيب ب ج، العلاقه بتاعته ايه؟ 9 ناقص س يبقى ب ب بيساوي 9 ناقص س، يعني 9 ناقص كام؟ انا جبت س ب 4 يبقى 9 ناقص 4 يطلع ب 5 سم. انا كده قدرت اجيب الثلاث اضلاع اللي هو ا ب ب7 ا ج ب7 ب ج ب5. اعرف اجيب محيط المثلث؟ ايوه محيط المثلث ا ب ج بيساوي ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. يبقى 7 زائد 7 زائد 5 يطلع لي كام سنتي؟ 19 سنتي. المساله دي ممكن يعكسها، يعكسها اه، يعني بدل ما هيقول لك ان زاويه ب بتساوي زاويه ج ويديك الاضلاع بدلاله س، هيعكس. هيقول لي ايه بقى؟ يقول لك ا ب بيساوي ا ج ويديك الزوايا بدلاله س. هي هي خلاص، هنشتغل نفس الشغل. هقول له بما ان ا ب بيساوي ا ج اذا قياس زاويه ب بيساوي قياس زاويه ج، وانزل المعادلتين واشتغل بنفس الطريقه. طيب تعالى نشوف اخر مساله، هديها لك واجب بس شبه مساله احنا لسه حليناها وانا رسمها تحتيها. ايه يا مستر ده احنا لسه حلينها؟ انا بقول لسه حلينها، وهنقول فكرتها تاني وبعدين نطلع فوق. هنا كان في توازي واستخدمنا التبادل، قلنا زاويه ا بتساوي ج وده بتساوي ب بالتبادل، ا بتساوي ج وده بتساوي ب. واستخدمنا المتساوي الثقيل، قلنا طالما ب بتساوي ج اذا ا بتساوي د يبقى المثلث متساوي الثقيل. استخدمت تبادل، تعال نشوف فوق. نفس المعلومات، هنا كان بيقول لي ضلع بيساوي ضلع وتوازي، ضلع بيساوي ضلع وتوازي.
طب ما هي يا مستر بس رسمه مختلفه، تعال نشوف بقى الفرق. الف د بيساوي الف ه، الف د بيساوي الف ه، ضلع بيساوي ضلع، يبقى في زاويه بتساوي زاويه، مش اقول عليهم دي واجب. الف د بيساوي الف ه، بنخبي الالفات ويبقى خلاص كده المساله خلصت. يبقى في زاويه بتساوي زاويه مين؟ ادي الجزء الاولاني. ندخل على الجزء الثاني. الجزء الثاني بيقول لي د ه بيوازي ب ج. انا قلت اول ما تقرا توازي يبقى عندك يا تبادل يا تناظر يا تداخل. ايه يا مستر التبادل؟ حرف الزد. التداخل حرف اليو. التناظر حرف الاف. الاف شكلها مش لازم تبقى كده ولا كده، ده ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، ايه ده باي شكل. في هنا ايه حرف؟ ايوه حرف الاف. عاوز كنت بقى تستخدمه. زاويه مين هتساوي مين بالتناظر، ومين هتساوي مين بالتناظر، ومين بتساوي مين، عشان في ضلعين بيساوي بعض. من ثلاث خطوات اطلع الحل بتاعي، نفس الحل بتاعي دي بالظبط، بس بدل ما استخدم تبادل استخدم ايوه استخدم تناظر. عايز اشوف بقى الحل بتاعها ونشوف الناس الشاطره كده اللي فهمت هتعرف تحل ازاي. بكده نكون خلصنا النظريه وعكسها، فاضل ان شاء الله النتائج. النتائج بتاعتها جميله وحلوه، بس الاول نفهم النظريه، نفهم عكس النظريه وزي ما اتفقنا. نظريه ضلع بتساوي ضلع، زاويه بتساوي زاويه، عكس النظريه زاويه بتساوي زاويه، اذا ضلع بيساوي ضلع. النتيجتين ثلاث اضلاع بيساوي بعض، ثلاث زوايا بيساوي بعض، وكل زاويه ب 60. طب الثلاث زوايا بيساوي بعض، اذا الثلاث اضلاع بيساوي بعض. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.